السلام عليكم، عسلامتكم الناس الكل، مرحبا بكم في قناتي، هي قناتكم، وان شاء الله تكونوا بخير الناس الكل. جيتكم اليوم فيديو جديد وروتين جديد. اما قبل هذا خلينا مع بعض نصلوا على رسول الله. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. استغفر الله العظيم واتوب اليه. ديما يا البنات صلوا على رسول الله واستغفروا برشا وحوقلوا برشا، خاطر بهين برشا راهم ويحلوا برشا بيبان وبهين ووقاية وكل شيء. حصلوا البنات لهنا متوا صباح، قلت خليني نهني على بنيتي نظفها رجلها وكل معناتها دوشتلها اليوم الصباح. هني ما صورتش معاكم الكل، هنياتك انكم تعرفوا الصغار كيف يرضعوا كل شيء يردوا شويه. حبيت نمسح لها ورجلها، نظفتها وباش نبدلها حوايجها وبدلت لها كوش نظيف وكل، وقلت خليني نرضعها ونرقدها ونمشي نقضي شوري. نقضي شوري على الاقل هي كي ترقد هي هاني نبروفيتي معناتها لداري والقضيتي كل شيء. ها ومرومه لهنا حتى هي قامت من النوم، ها هي مشت غسلت وجهها وفطرت وكل، وهاي جت لاختها تلعب معاها. قلت لها يخلي بعد ما نبدل لها حوايجها وكل باش نرقدها ما عادش يدور بها حتى حد باش نجم نقضي شوري. والله صدقوني يا البنات هو اني كيف تقوم هي من النوم نتفجع، كي نبدا خاصه عندي حاجه ما زلت ما كملتهاش. والله صدقوني نبدا نتسابق مع الوقت. لهنا قلت خليني بعد ما نظفتها بنيتي نشوفها نظيفه ومبدله ما شاء الله ما شاء الله حسين، قلت خليني نقصلها ظوافرها ما شاء الله فيسع فيسع ما يطول ظوافرها. قلت خليني نقصهم لها خاطر تمس في وجهها وتخبش روحها. قلت خليني نقصهم لها ونرقدها ونلمها الصاله هذه، خاطر نحنا رانا نرقدوا في الصاله ما نكذبش عليكم، الدنيا سخونه برشا 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 تحرق. كنا عاملين هجره جماعيه للصاله، اللي في يعني في بيت النوم يعمل هجره للصاله، صغيرات عملوا هجره للصاله، حاصل البيوت الاخرين ما يرقد فيهم حتى حد، كنا نرقدوا في الصاله من السخانه. كان الراجل ياك ساعات كي يبدا فما نسمه وكل يمشي يطلع للسطح يبات يرقد فوق السطح، ونحنا هنا في يعني والصغيرات في الصاله خاطر ما نجمش اللي نطلع بها للسطح وكل. قبل ما كنت اونسانت بها كل نورمال نطلع وهكا نرقد شويه في السطح، ومن بعد كي تبرد الدنيا شويه نهبط. اما تو هي معايا ما نجمش، وحتى الصغيرات مش باهي ليهم السرد الفوق وكالقمر يقولوا مش باهي وكل. المهم لهنا يعني وياهم هنا وهي راه بعدتها باش تقول في الكليماتيزار بعدتها. والله اول ما جبتها راني ما نحطش فيها في البيت في الصاله اللي فيها الكليماتيزار، مي تو الدنيا سخونه ام بعدتها معناتها بعدتها على الاخر وكل. وربي يستر وكهو يا البنات، والله صدقوني سخانه موت 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 على الاخر، ربي يبرد علينا وكهو. ما عندناش حل اخر، معناتها نضطروا باش نقعدوا في الكليماتيزار ولا نضطروا هكا. لهنا يجي هذا انا يلم في يلم باش يهزك باش يهزك الملاحه فوق المخاد يرقد عليهم الكل، وباش يهزك الجرايه. واني لهنا بعد ما كملت قصت لها ظوافرها راني نمشطلها في الشعيرات يا لله يا لله على بنيتي. وصدقوني البنات راني نمشطلها بشويه بشويه دوسمو، وهي تستحلاه هيك المشطان وكل. والله راني نمشطلها وهي غمضت عوينات هيك باش ترقد هيك هاو. هاني لهنا يعني مرومة بنات. ضحك مريم. ضحك عجبتها؟ ايه. خويتك تحبها؟ ايه. عايشة من وين الغالي؟ نحب مريم برشا برشا. هاي بعتلي. ونحب زادة حتى القنوات، نحب زادة حتى قناة ماما. باهي عايشة بنات، اسمعيني هي طبعا ندوش لك، حتى انت ندوش لك، هي دوشت لها ورقلت لها باش نرقدها، وتو حتى انت الشعر المشعشط ريتيه هذاك الشعر المشعشط، هذا تضحك. شعر المشعشط نرقدهولك واللي مزيان واللي بنتي سمحه وندوش لها. حتى انت بنيتي نحبك نموت عليك، انت بنتي الكبيره راه اش بيك تشقري، انت بنتي الكبيره باهي، انت بنيتي الكبيره وانت بنيتي السمحه وانت بنيتي الباهيه باهي. انت راهو انت هي معامله عليك، تكبر مريومه بتهزها تقرا وكل شيء خاطر انت تولي كبيره. نقرا تقرا انت وياها تزي ايه ونهزها المدرسه ونقعد نلعب انا وياها. ما هي صحيتي ونعبر له ورد بالك عاد تضربها مش امس قلتي لها لما تكبر نعطيك طريحه مشلحه ملحه. انت تفدلك ولا كهو بالرسمي؟ نتفدلك عليها. رد بالك عاد تكبر تعطيها طريحه مشلحه ملحه بنيتي عاد رخيتك هي. تكبر وتحني علي تحن عليك وتحني عليها وتقول اخيات فهمتي؟ هيك اخيتك تلقاها نهار اخر فهمتي؟ نعم شفتي يعني اخواتي امال وسهام نحبهم ونموت عليهم، وهم شفتيهم كيفاش يحنوا عليه يبعثوا لكم في الكادوات ويكلموا فيكم ويحبوكم وكل شيء. الاخيه حنينه كيف كنتي حنينه حتى هي تجي حنينه كيفك باهي.
ايش بنيت الغالي به هاي خليني تو نكمل نكمل ونخملوا هالدنيا هذي الكل حصل ويا البنات خليني يعني حطيتها بنتي هي راقده هي راهي تو قلت خليني في ساعة نكمل القصه راني مسحتها ومرجلتها جيت نعملها ككنسه وكل وش نرجع كل شيء لبلاصه وحمد ناحيتك الجراري وكل ربدوا عليا ماني مرومه وجهاد وكل وتو باش نمشي نكمل باش نكمل معناتها قضيتي الاخرى عندك المرايه مسختها مرومه بنتي راه ديما بعمايلها ما شاء الله عليها هاني نبهت عليها قلت لها ما عادش تمسي المرايه حتى تشوفي واش تشوفي من بعيد ما عادش تمسها اي مسه هيك تقعد البصمات وكل شيء والله اشد ما نكره المرايات كي يبدو مسخين والله العظيم حاله حليله هكا يعني البنات ان شاء الله ربي يبرد علينا الطقس والله صدقوني راني نسلت بالعرق تشوفوني حاصيلو بعد خاصه كي دخلت لي الكوجينه عاد صدقوني عرق تقول صابين عليا سطل الماء لهنا يا كم مريومه راقده راني حلت لها اذكار الصباح ديما نحل في اذكار الصباح والا في المساء اذكار المساء نحل في سوره البقره كل يوم نحل نهار الجمعه في سوره الكهف ونحل ديما ما تيسر في القران راهو باهي القران نعمه في حياتنا ويستانسوا به الصغيرات شوفوا لهنا البنات هذا يسطل كي ما تزال يمشي ليل كامل وعشيه كامله تعبى بالماء ورغم اني فرغت بده هكا عاود تعبى مره اخرى اللي انفاض هكا باش نمسحها ونكمل نكمل سكر الدنيا هكا الكل عندي زاد المرايه هذه كنا نمسحها قلت لكم بسختها مرومه راني مرومه هي ديما تعمل لي في الاعمال وجهادك وليدي حتى هو باش يعاوني هكا يمسح معايا فيك اللي فينك حتى هي تمسخت وهي ما لونها نوار في ساعة اي حاجة تظهر فيها كان غبرة كان اي حاجة تظهر فيها حصيله كهو يعني نمسح في المراية هو يعاون فيها يمسح في اللي فيه وقلت لكم يا البنات بالنسبة للقرآن والله راهو باهي نعمة خلوا صغيراتكم يستنسوا به خاصة الرضع والصغار بصفة عام يستنسوا به ونحل حتى في الرقية الشرعية متاع الصغار ومتاع الكبار راهو والله باهي 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 بالقدي بالقدي القرآن يعني بنتي تبدا فاقده حاجه تبدا تبكي ساعه نحل لها قران كنحلها بصوت معناها واطي معناها الصوت المهم تسمع هي ونحطوا لها بعد هيك بحذاها التليفون وكل ونخليه لها يمشي لين ترقد لين عندها رقدت المهم البنات يعني بربي قبل ما ننسى حبيت نشكر المتتبعين اللي انضموا جدد للقناه نقول لكم مرحبا بكم وهذه راهي قناتكم ان شاء الله تكبر بكم وشكرا على تشجيعكم والله يرحم والديكم الناس الكل والله فرحتوني بانضمامكم لقناتي شكرا جزيلا نتهاو لهنا البنات هكا باش نهز بنيتي نحطها في بعد ما كملت الصاله هكا باش ننزل نحطها في بيت النوم يعني خليها باش ترقد غاديكا وبعيده على الحس وكل واني باش نكمل هذا الفيديو معاكم ونكمل الروتين معاكم ان شاء الله عاد يعجبكم وتفرجوا عاد في الفيديو ما نوصيكمش كل مره ديما نوصي فيكم كملوا عاد على الاقل تفرجوا عليه حتى على الاقل النص اتفرجوا على الفيديو والله عامله مجهود معاكم حتى حوايجكم خرجتهم راه عاد هاني عندك الملحفه هذيك غطيهم بها مهزي حوايجك خرجي شنو كاش فيها في مي في المي ترعري خلينا نشوف صحيح شيء نغطي فيه مش ماشي فيه بيه ماما كنتي 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 جيب مشان السوسه خليته لك كشوية حاصيلو الدنيا دخلتها بعض اسمعي بدنا نلعب تو وبعدين نتلم منها كل كل صحيح وخليها حتى شيء هلا بيقول لي مخواش خطيه مكفر خطيه نظافه وبعد شو تقول لي نعمل لك شعرك باهي عليه ماما شنو عليه ايه نشوفك شعرك مش من البارح جاهلين تعملوا لي من بعد مش ندوش لكم نشوفك شعرك باهي باهي صحيتي يا فهد ماما نمشي السوسه غدوه ان شاء الله تنمشوا ليه وقولي بابا يجيب لنا الكرمه ها شو قلتي؟ بابا يجيب لنا الكرمه باهي هذه تو هنا مرومه هاي دوش حكيت لها وصلت لها شعرها قلت لها يخرج يجيب لك البشكير قالت لي لا ماما خليه نزيد شوي قلت لها خليها حتى دريج تزيد شوي قلت لها خلينا ندوش لك قبل ما يقصوا علينا الميماكم تعرفوا يقصوا في الميمه غير ما يقولوا لنا هكا كل شيء بالخباثه نعملوا فيه والله سبحان الله وهذا البيت راه شفتها تو هذيك تسمى راهي منظمه راه كان شفتها امس ولامس حاله كارثيه هي تخرج كل شيء ومن بعد تلم معناتها اما كالخزانه شفتها كيفاش حصيلو هي تلبس وحدها والحقيقه باش المسخ تحطيه في الكربايه نتاع باش المسخ صغاري هكا كمعلمتهم يحطوا اما كي تمد روبه ولا تمد حاجه الدنيا كل دخلها بعض حصيلو لازمني فيها نهار ان شاء الله نصور معاكم نهار باش ننظمها بالكدي بالكدي وجهادي خزانتي ابرك منها كل ما لازم ننظمهم الزوز وحتى خزانتي لازمها تنظيم الحقيقه لازم ننظمها
هتيك هاو طولي هني بعد ما خرجت مرومه من الدوش هني هاي لبست حويجاتها مدت لها حويجاتها ولبستهم وشيخت لها شعرها وهاني لاني قلت مادام مازال لك شعرها مندي مازال لك مندي شوي قلت خليني نقده لها ونريقله لها يبدا اسهل معناتها وكل هاني نرجلها فيه وهكا هو كملت المرومه قبل ما تفيق وخيتها خاطر اني بريس قريب نكمل وهي فاقت تبكي كل كما شدها جهات والله صدقوني كل شيء بالحيله وليت نعمل فيه ربي يكون في عون ربي يكون في عون الامهات وكلهم اللي عندهم صغيرات واللي عندهم بيبيات رضع هيك صغيرين معناتها وكل باقي كي يبدو كيما مرام وجهاد وكل شيء ابرك هزين ارواح مي اللي يبدو عندهم بيبيات ربي يكون في عونهم ومع المسؤوليه مع القضيه مع كل شيء ربي يفضل لنا صغيراتنا الكل ان شاء الله وان شاء الله يجونا من ظنوه صالحه نقولوا امين عاد اللهم امين يا رب العالمين. الحمد لله تو بعد ما كملت قد الدنيا نظيفه المعون مغسول عبيت شوي مي خايفه على يقص عين المي كي العاده وبنياتي زوز دوشت لهم رجلت لهم وكل تو قعدت باش ندوش معناتها تو ندوش ان شاء الله قبل ما يقصوا المي حتى كان قصوا المي عبيت شويه ندوش بيها على الاقل والحمد لله يا ربي. ومرومة بنتي ها تو كملت لها شعيراتها بنيتي حاضرة بغات بنيتي شوفوا محلاها بنيتي ما شاء الله عليها يا اخوتي مرومة السمحة امي تقول لي كل قط في عين بوها غزال لاني والله في عيني غزالات بنياتي ربي يفضلهم والفايده في الخلقه التامه والفايده في صلاح الحاله ان شاء الله يطلعوا ذريه صالحينك هكا ما نحبوا وكل جيت نفدلك وكل المهم هكا لهنا هما بداو يتشهوا عليا تو قالوا لي ماما شو مش طيب لنا العشاء مره يقول لي شباتي مره فريكاسي مره حاجه كل قلت لهم انتم بالدنيا سخونه وقاعدين تتشهوا عليا حصيلو هكا قال لي راجل تنشد لك مريومه وهكا انا تفهمنا باش نعملوا فريكاسي فرحانين صغيرات باش نعملوا فريكاسي والله صدقوني نحنا النهارات كلها الكسكسي من نهار اللي مشينا نمشوا كنا في نهارات البحر وكل ما طيبناش لا كسكسي لا مقرونه لا حد شيء خاطر الدنيا سخونه وبصراحه في الدين نحنا من الحاجات السخونه نحبوا حاجات على الاقل فريكاسي تعملوا تنجم تاكلها بارده كيف اي معناتها اي حاجه بارده عصير حاجات هكاك بصراحه ودلاع وكل خاطر والله الدنيا سخونه سخونه ربي برد علينا وكهو بتعرفوا تونس كامله سخونه والعالم كله سخون هكا هو جهاد شدني وخيت هكا لهنا هي هاي رقدت وهكا باش يشدها لي راجلي واني تو لهنا هذايا تو معناتها قبل المغرب شويه قلت خليني ما لازم العجينه نعجنها وتفتح شويه لما حالة الدنيا سخونه في ساعه تخبر اما قلت خلينا نعملها على بكري هكا هو شد لي راجلي مريومه هكا هو فيما نعجن ونكمل ونريقل كل شيء باش نعمل معاكم فريكاسي. بالنسبه للمكونات لفريكاسي عندي باكو خميره خبز وعندي 200 مللتر حليب دافي وعندي 150 مللتر ماء دافي وعندي مغرفه كبيره سكر مغرفه صغيره ملح وعندي زوز ولا ثلاثه مغارف زيت زيتونه مغارف كبار وعندي كعب عظم وعندي الفرينه 500 600 650 انتم حسب الفرينه شنو تشربوا لكم حسب ما يطلب منكم العجين. لهنا حطيت السكر والحليب والسكر والحليب والخميره حطيتهم وخليهم شويه باش يتفاعلوا ومن بعد نضيف كعبة العظم والزيت والملح ومن بعد نحط عليهم الفرينه والفرينه اكاو ونعجن كان باش تعجنوا بيديكم عجنوا كان باش تعجنوا بالخلاط بالعجانه هكا عجنوا كيما تحبوا المهم وبعد نبدا نضيف الماء بشوي بشوي لين تحصل على عجينه متماسكه وطريه سوبر برشا تكون نغطاها نخليها ترتاح شوي فيما حضرنا بقيه المكونات الاخرين باش نحضر لهنا هكا سي العجينه بتاعنا سي هاي حاضره باش نعمل لك عجنه هيك عرخامه هيك بدايه وكل ومن بعد نغطاها نخليها تخمر في عقلها فيما حضرت اني الحاجات الاخرين هكا حطيت في صحفه شويه هريسه صبت عليها باش صب عليها شويه زيت وشويه ماء نحلها هيك وكل ونغطاها غاديكا ونمشي نحضر الفريت نتاعي ونحضر المكونات الاخرى كلها وهاكم معايا هذه العجينه بتاعنا السوبل على الاخر وعلى محلاها. لهنا جبت نقشر شويه بطاطا باش نصمت كعبات بطاطا في الماء والملح والكركم وباش نعمل شويه فريت مي البطاطا هذه طلعت لي سكريه يعني ما نحبهاش بصراحه السكريه نحبها في حاجات اما في حاجات اخرى ما نحبهاش السكريه الحق حتى كيف تقلاها تولي لونها يكحال فيسع وكل مش كيما الاخرى البطاطا الاخرى الحق المهم هكا لهنا نقص فيها انا ديما نقص فيها بالماكينه هذه
تجيكم كانها نتاع الريستورانات على المحلاه، ولا متى هذوما تبدلوا تنجم تعملوا الخشير الجويد المتوسط كما تحبوا انتم. اما شوفوا الوحده هذيك اللي نشد بها اليد نتاعها، كانت معاها قطعه اخرى هيك كسرها لي راجلي الحقيقه، ما يكسر لي ويدقدق لي والدنيا كالراجل الحق. هو ما طيب معايا في الكوجينه، يدخل معايا الكوجينه حصيله كان لقيته حاجه مكسره ولا كسر لي حاجه، هو راه يكسر لي. هذه هي الفريت بتاعنا، حطيتها على الغاز باش نصمت فيه، والاخر كبش نخليه اللي من بعد نقليهم. المهم قلت لكم ما يكسر لي كان هو حصيله، ما يدقدق لي كان، واي حاجه تكون مريقله مريقله تقعد عام عامين 3 سنين 4 سنين 5 سنين 6 سنين مريقله مريقله، يحط عليها ايده هو النهارين هذوما تتكسر وتهنى عليها يحطها غاز. ما يشري ليش راه يعوض لي شي قهوه يكسر القهوه. قولي لي احفظي ربي ولي يعاون فيك في الكوجينه ويلبس معاك وطيب معاك ويعمل معاك كل شيء. الحمد لله يا ربي، مي والله ساعات تغيب 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 كيف حاجه تتكسر تبدا تعب عليها، وشريتها بكل شيء ساعات بك الحسبه وتتكسر. انا حق ايدي مش كسره، ما هو ايدها كسره شوي، اما ابرك النهارات ولا يستحفظ شوي. المهم البنات هنا الماعون بتاعي اللي استعملته الكل هاني باش نغسله معاكم، هو نغسل معوني الكل في هكا البطاطا نتاعي هكا نصمت فيها. تو بعثت جهاد، ما عنديش الحقيقه التن والعظام عندي كان شوي، بعثت جهاد قلت له برا للمغازان اللي هنا بحذانا مشي يجيب لي في حكه تن باش يجيب لي العظم، ويجي هكا باش نصمت حار عظم وباش نحل هكا التن ونعمل به الفارس نتاع الفريكاسي نتاعنا. وكهو اللي هنا يعني مازلت انا الفريكاسي ما مدتهاش، خليها تخمر ونمدها ونخدمها معاكم وهاكم على الفيديو. والله يا البنات معناتها دخلت للكوجينه صدقوني معناتها سخانه على الاخر، وليت عروقاتي شرتله لهنا هكا المنادل هاني غسلت، قلت خليني ننظف الكوجينه بالقدا ونعمل فيها شويه هكا ارخمات شويه جفال وكليك ونظفها، وعندي زاده زوز منادل اخرين هاني نفختهم وصبيت عليهم شويه اومو وحط عليهم شويه جفال، وقلت خليهم يتنفخوا الاخرين هكا باش ننشرهم، وقلت بدا ما عرقت وسي وكليك خليني ننظف كل شيء، ومسحت كل العجانه وحصيله كل الحيوط والدنيا الكل مسحتها، قلت سي تو ما فيهاش تو سي عرقت، خليني ننظف كل شيء ونظم كل شيء ونكنس الكوجينه ونمشي نعمل هيك دوش. قلت خليني نقلي كعبات الفريكاسي نقليهم ونمشي ونخليهم اللي يبردوا، خاطر نجمش نعمل الفارس ومسخان برشا يحرقوا. نمشي ندوش خاطر بسي ما عادش يوم عشان نجم نقعد في الكوجينه واني هيك عروقات باش تسلى حالتي حليله، خليني نعمل هيك دوش نبرد روحي شويه. ما قبل هذا قلت خليني نحط هكا كويس اليوم شاهيه التاي التركي البنات، ها قلت خليني نحطها معناتها يطيب اما صدقوني البنات والله العظيم يعني وليت نستنى في الشتاء وقتاش يجيب فارغ الصبر، والله العظيم يا البنات اما والله الصيف هذايا ماينه ماينه ماينه، خاصة السنة جانا كاسة على الاخر، وليت والله نستنى نعد في الايام وقتاش باش يوفى الا الصيف بصراحة. انتم كيفي ولا لا؟ والله مالا صيف هذا جانا متحلف يا رحمك يا شتي، والله الواحد زي ما عادش يقول كلمه خايبه في الشتاء. نكال هنا طابت البطاطا المصموطه هاني رفستها بك العفاسه ولا الشدور ولا انتم. المهم لهنا هكا مديت العجينه بتاعنا هي خمرت بالقدا بالقدا، والعجينه جت محلاها محلاها كي اللبانه ما جت ما شاء الله يا البنات. هكا تو باش باش نقصها في اثنين وباش نبدا نحلها عاد ونشكل الكعبات نتاعنا، باش نشكلهم يعني كبار شويه مش باش نعملهم صغار بالكل. شكله باللي تحبوا، انا جبتك الكاس هذاك اني باش نشكل بيه، وبعد تالي نشدها من الطروف الزوز منها ومنها ونعملها ونجبدها شويه باش تولي كل اوفا معناها كي شكل الفريكاسي وكهو. هكا نحلهم بالطريقه هذه، ما نجودهمش برشا برشا وما نخليهمش اخشان، خاطر هي بعد كي تحطها في الزيت وكل راهي باش تنفخ معاكم وتجيبها كي تبدا معجونه بالقدا ومرتاحه راهي باش تنفخ وتجيكم محلاها وتجيكم نفشه من داخل وتجيكم محلاها تهبل كيفكم حاصين. هكا هو نكمل معاكم الفريكاسي ونرجع لكم. Thank you.
توا لهنا هاني سي حطيت الزيت متاعي باش نقلي كعبات الفريكاسي متاعي. هاك حطيت كعبه، خليني قلت خليني نجرب الزيت معناها سخن ولا لا. المهم هاكا باش نبدا نعملهم، والله جو كعبات يشرهو، جو منفجين وجو محلاهم ولونهم دوري يهبلك اللون المزيان اللي نموت عليه. هاسيلو كاش نقلي كعباتنا الكلهم معناتها شوفوهم عملتهم شكل اوفال، لك تعملهم مدورين وبعد تجبدوهم الشرتين منه ومنه هكا كهو سهلين مهلين. الفريكاسي خاصة اني راني ديما نوجه بكلامي مش بالطبيعة للناس المحترفة والناس اللي تعرف كل شيء، هذوك الناس هكا يعرفوا كليكا ويطيبوا، اما نوجه بكلامي وحتى كي نقول نصيحة للناس اللي والبنات المبتدئات اللي البنات الصغار اللي يقراوا يحبوا يتعلموا، للعرايس الجدد ما يعرفوش يعملوا حاجة، قديمة بطبيعة كلامي موجه ليهم. باقي كل الناس اللي يعرفوا كل شيء بطبيعة مش همش في حاجة باش نوروهم ولا باش نقولوا لهم كليكا وكهو. هذا هو معناته هكا، ونكمل نكمل عاد كعيبات الفريكاسي تاعني عاد ونرجع لكم. اقعدوا معايا ما تزبوش، نشوف فيكم. اه رد بالك تمشوا من هيك ولا هيك. يا البنات والمتتبعات الغاليات اللي وصلت لهنا، هاني سايق قليت كعبات الفريكاسي نتاعي الكل، وهذوما الكميه اللي تحصلت عليها والله كميه وفيره ب 500 غرام ولا 550 ولا حتى 600 غرام، ما شاء الله تحصلت على برشا كعبات. توكلنا نحن عيلتنا نحن، وتوكل على جيراننا وتوكل على جيراننا الاخرين. حصيلو هذوما خاصه في البحر اللي يهزهم يعملهم فارس نتاعهم ويهزهم هكا، ويهز معاهم شويه عصير شويه، يهز معاهم تاي، يهز معاهم كيكه، ويهز معاهم كذا يعمل ركشه ما شاء الله. تو هنا بعد ما كملتهم بربي شوفوني يا البنات، ما عادش فيها تو سي، شوفوا والله عروقاتي شرتله. شوفوا تقولش راني غاسله وجهي بالماء، ايديا راني غسلت بعد ما كملت، اما وجهي هذاك راهو عرق صدقوني يا البنات. قلت سي 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 يعني خارجه نجري من الكوجينه، قلت يزي زي زي شوفوا الباب نتاع البالكون نتاع الكوجينه راهو محلول، مي صدقوني سخانه 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 يا لطيف يا لطيف. هذه الكميه تحصلت عليها وهذا كل شيء حاضر، نمشي نعمل دوش ونرجع معاكم يا البنات. ما عاد شويه لازم نعمل دوش وبعد نرجع لهناك. بعد ما دوشت وبدلت حواجي الحمد لله والله رحمه رحمه الماء وكل هاني تو باش تعبت العظم هام يطيبوا. تو لهنا باش نبدا نعمل الفرس نتاعنا، عملت فيها هريسه، عملت فيها بطاطا مسموطه، وعملت فيها تن وعظم هكا هو كعبات زيتون من فوق، وعملت معاهم كعبات الفريت وطيبت معاهم التاي التركي هذاك وكهو. هذا هو عشان الحمد لله حتى سلطه ما انتمش، قلت لهم احسن احسن هي والله تاكل تشبع معناتها تاكل جيادك لي زوز كعبه زوز ولا ثلاثه. وقال شبعت مرومه كلت كعبه وبدت ما صغيره، مرومه كلت كعبه وبدت في الكعبه الاخرى ما كملتش عطى نص نتاعها، وقالت الحمد لله. وهكا راجلي كلي اللي نشبع وكليكا والحمد لله كل كلي نشبعنا والله، وفضل منها حتى للغدوه معناتها فضل منها كهو. تو لهنا كنعمل معاكم شوفوا قلت لكم البطاطا سكريه جدا في المصموطه ما تحسش بها معناتها، اما في الاخرى في كي تقلاها تحس معناتها بها. تو هنا كنحضر لهم هما في عشاهم صغيرات نبجلهم ولولين، ومن بعد نعمل عبي صحن اخر نهزني وراجلي ناكلو ونهز معاهم التاي والحمد لله. اللهم قدمها نعمه واحفظها من الزوال، الحمد لله يا ربي على النعمه، الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ورب يديمها عليكم نعمه، ان شاء الله ديما عامره بيوتكم، ان شاء الله ديما عندكم، ان شاء الله ديما ما تحتاجوش. والله يا البنات صدقوني جت فاوحه وبنينه وريحتها زكيه. هذه هي الفريكاسي نتاعنا، انا ما ركزتش هكا المونتاج نتاعها ونربش نرقلها ونزينها ونبرقشها ونصورها، راني بالسخانه الحق يا ربي. هكا علاش هكا عملتها كيما جات، هذا يصحن اني وراجلي عملتها كيما جات ومشيت على روحي. ان شاء الله كان يعجبكم عشان، ان شاء الله يعجبكم الفيديو، ان شاء الله تونستوا معايا، ان شاء الله ما كنتش ثقيله عليكم. وصلتوا لهنا
نبوسكم الناس الكل ونحييكم الناس الكل ويعيشكم بارك الله فيكم، راني نحبكم برشا هلبة كتير كتير قوي يا حبايبي. عامله بون كيف اليوم رغم السخانة. هيا تو نخليكم في امان الله وحفظه، استودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه. بسلام الناس الكل في امان الله، وان شاء الله نتقابلوا في فيديو قادم ان شاء الله. ما تنسونيش من تعليقاتكم ولايكاتكم المزيانه. انا في القصي قولها لبابا.